محمود جميل القناة الأولى، بشكر حضرتك معالي الوزير طبعا على تشريفك، ويمكن سؤالي للأستاذ عمرو الفقي بسأل عن التسهيلات اللي بتقدمها الشركة المتحدة للطلاب في الأنشطة الطلابية، سواء كانت في مهرجان العالمين أو حتى الأنشطة الطلابية اللي هتكون فيما بعد في إطار التعاون ما بين الشركة المتحدة ووزارة التعليم العالي. شكرا. احنا يمكن زي ما قلت في الاول، احنا السنه دي كنا مهتمين جدا انه يبقى طلابنا معانا هنا في العالمين، واحنا زي ما قلت برضو من شويه احنا فتحنا البيتش ده مخصوص للطلاب، ان شاء الله هم معانا في كل حفلاتنا. كمان قلنا انه الكورال بتاع الجامعات هنعمل ما بينه مسابقه هنا، وهيجي يعرض هنا، والشباب بيدي انرجي للمكان، وإن شاء الله الفعاليات كتيرة جدا اللي جاية مع الطلاب بإذن الله في الفترة